ومن كييف معنا مراسلنا من هناك ضياء الناصري. ضياء، ضعنا أكثر في صورة التطورات المدنية وربما السياسية في العاصمة، خصوصا مع تجدد الحديث عن المواقف الروسية والأوكرانية من المفاوضات. نعم، ميدانيا أعلن الجيش الروسي اليوم أنه قام بتدمير وحدة عسكرية أوكرانية تستخدم مدافع هاوتزر ام 777 الأمريكية بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها سلمت عدد من هذه المدافع لوحدات خاصة للدفاع عن العاصمة كييف كرد على الإعلان الأمريكي. أيضا من جهته حاكم منطقة لوهانسك يقول أن مدينة سيفيرودو نيتسك التي يهاجمها جيش روسي صارت شبه مقطوعة عن أوكرانيا. هذا الموضوع طبعا يعزز الاعتقاد بأن الجيش الروسي في المرحلة القادمة يطمح إلى قطع أو السيطرة على السواحل البحرية الجنوبية لأوكرانيا وجنوب شرقية لأوكرانيا والمطلة على البحر وعلى الموانئ البحرية. هذا الأمر طبعا أكده مستشار الرئيس الأوكراني حيث قال هناك جهود حثيثة تبذل لرفع الحظر على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود. طبعا أيضا بخصوص المفاوضات سألتيني والجو السياسي، الروس بدأوا يتحدثون عن ما تلقوه من مبادرات بخصوص المفاوضات وبدأوا بإرسال رسائل يقولون بأنها إيجابية، وهو أن الخطوات الأولى لبدء المفاوضات في حال وافقت كييف عليها هو تبادل الأسرى والذين تم اعتقالهم خصوصا في مصنع أزوفت للصلب والأعداد الكبيرة الذين استسلموا للقوات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي ترفضه حتى الآن كييف بكل الطرق وترفض الدخول بمفاوضات طالما أن الغلبة العسكرية ليست لها حاليا وسيطرة الجيش الروسي على يعني مساحات شاسعة شرق وجنوب شرق أوكرانيا وخصوصا في الإطلالة الأوكرانية على البحر الأسود. شكرا جزيلا لك ضياء الناصري مراسلنا من كييف.